اشنو هي الافاده باش نتابعوا قصه الممثله المغربيه رجوة السهلي ان الوالده ديالتها تخلات عليها فقط بعد اسبوع من الولاده ديالها؟ واشنو هو المغزى ان العديد من المواقع ولا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كيسبوها وكيقلبوا على النواقص ديالها وكيطرحوا كيف ما كتقول اسئله سامه على الماضي ديالها اللي كتحاول تخلص منه مع الكثير من الاحساس بطبيعة الحال بالمعاناة ديالها؟ نشوفوا قصتها اولا ونتكلموا على ما وراء القصة والحيثيات ديالها وكيف كيفكر المجتمع المغربي في النبش على الحياة الشخصية ديال اي مواطن بسيط اللي كيستطاع ولا استطاعت تحقيق ذاتها في مجال ديال الفن ولا في مجالات اخرى وانها استطاعت انها تبني اسرة مستقرة. الممثلة المغربية رجوة السهلي صدمت المتابعين ديالها على مواقع التواصل الاجتماعي مني هضرات على علاقتها بالوالدة البيولوجية ديالها واشارت الى ان هذه الاخيرة تخلات عليها بعد اسبوع من الولادة ديالها. قالت السهلي ردا على سؤال احد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام حول سبب مناداتها لعدد من النساء بلقب والدتي بأنها لا تعرف حقيقة أي شيء عن والدتها البيولوجية ولا وجود لعلاقة بينهما بسبب تخليها عنها في أسبوعها الأول. وأضافت السهلي بكثير من صراحة أنها تعتبر المرأة اللي قامت بالتربية ديالها واللي توفيت قبل أشهر بمثابة والدتها الحقيقية لأنها قامت باحتضانها بشكل كبير بعد تخلي الوالدة البيولوجية عليها دون شفقة وبلا رحمة. ووضحت السهلي أنها لم تعلم حقيقة والدتها إلا بعد من كبرات، لافتة إلى أنها كتعتبر أن المرأة اللي كانت كتكري منزل منها بمثابة عائلة ديالها لأنها تربت عنها. ودعت الممثلة المغربية متابعها للكف عن التدخل في الحياة ديالها الخاصة وطرح أسئلة وصفتها بالسامة لأنهم يتسببون في إحراجها وما كيعرفوش حجم المعاناة اللي كيتسبوا فيها. فهاد القصة الحقيقية ديال رجوة السهلي وبحالها كثير في المجتمع المغربي مادام أن سلسلة إنتاج المآسي بقى مزدهرة والأرضية خصبة ومناسبة لإنتاج هذه النوعية من البشر اللي كيقلب فقط على البحث عن العورات والنواقص ديال الإنسان الآخر وكيتلدد بها وكيطرح أسئلة سامة. وكذلك مادام أن التعليم والدولة ما قادراش وعزة عن تدبير هذه الظاهرة وإيجاد الحلول من خلال واحد المنظومة اجتماعية ولا تنشئة اجتماعية وقضائية سلسة وفعالة اللي كتحد أن البشر يدخل فيك بواحد شكل فج وقبيح وكيدخل فيك تسل العظم كيف ما كنقولوا بالدارجة. كذلك كاين هناك ترصبات اجتماعية وحقد عند بزاف ديال الأشخاص اللي كيقلبوا دائما على النبش على هاد الحوايج هادو وعن الأسر المغربية بطبيعة الحال ما قدرتش أنها تحتضن الأبناء المخطئين ديالها. أخيرا نقدر نقولوا أن الممثلة المغربية رجوة السهلي كانت محظوظة بزاف أنها وجدات حضن دافئ من الفراغ وكفر على الكارثة الاجتماعية اللي سقطت فيها الأم البيولوجية ديالها وأن هذه الأسرة عاونتها مزيان وقفت معها حتى قرات وشدت الدبلوم ولات مشهورة وكانت محظوظة. نقدر نقولوا أن مشاركتها القصة ديالها معانا ومع المغاربة هي فرصة باش يفتح نقاش وطني لمواجهة هذه الظاهرة على الأطفال المتخلى عنهم واللي من طبيعة الحال اللي كيحتضنهم أسر أخرى وكيستطيعوا أنهم يحقوا ذواتهم. هذه القضية باقا مطروحة وموجودة وغادي تستمر مادام أن المسببات والأسباب ديال هذه الظاهرة لازالت قائمة. ما تبخلوش علينا بلي لايك، ما تخبخلوش علينا بالدعم لهذه القناة وبالمشاركة. كل المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم.